المودل اكزامينيشن اول حاجه بنشوفها نعمل انسبكشن. الانسبكشن بنشوف فيه حوالي خمس حاجات. اول حاجه بنشوفها بنشوف السيت التماسك. السيت التماسك بنشوف على ورق اسم استاذ احمد تسمح لي ان انا عشان مره اقول لك بنشوف السيت التماسك بنشوف هل في اتروفي هايبرتروفي العضله النورمال. ده بنشوفه من النورمال اكسبيرينس بتاعتك. من الواضح ان العضلات حجمها الطبيعي. اوكي لو في اتروفي ده ممكن نشوفه في حاله مثلا كورونيال ماسل اتروفي. لو في حاله لور موتور نيورون ديشن غالبا بيبقى فيه هايبوتونيا هايبرفلكسيا باراليسيس بيبقى عندنا كمان اتروفي او حاجه زي كده. فانت بالدوكيومنت اللمب ان انت لقيت فيه الاتروفي وتقول هل الاتروفي ده هو يونلاترال بس وان دم ولا موجود بايلاترال وهل هو اكتر ديستال ولا بروكسيمال سيمتريكال ولا اسيمتريكال. ده بنشوفه في الليست اوف ذا. اوكي طيب لو هي هايبرتروفايد ده بيحصل في بعض الديزيزز زي الميوباثي ان العضلات الكبيره العضلات المدوره المقوره بيحصل ان هي الجين اللي بيصنع بروتين بيصنع بداله بيحصل فادي الفلتريشن بيصنع بداله فاتس كده فبيبدا العضله بيبقى حجمها كبير لكن في المصل تست بتلاقيها صغيره بتشوفها في القفوه في الجلوتس وفي الاسترنال للبيك ميجر وبنشوفها في الدلتوي. اوكي ده بالنسبه للست المصل. بعد كده بنشوف الديفورمتي. الديفورمتي بنشوفها في الاستاندنج مثلا ممكن يكون عنده كيفوزيس سكليوزيس هايبر شيفوت يكون عنده مثلا بريفرال نيرف انجري ولكن تروبس مثلا في حاله ريديال نيرف انجري او كلو هاند في حاله الارنر او ايب هاند في حاله الميديا. بنشوف كل ده من الاستاندنج وبرضه مش كل دي لو هو عنده جينيرال كافيتا مع حاجه زي كده ده بنشوفها اثناء الجيت. يبقى كل الديفورمتيز بنشوفها ممكن تشوف الباست فينش بلوشن ممكن اللي احنا شفناه دلوقتي كان بلومس الحركه اللي حصلت دي ممكن نشوف الباست فينش بلوشن هل هو اكسنت بعض الجوينتس اللي انت متوقع فيها ان هي ممكن يبقى فيها شورتنج او كونتراكشن او حاجه زي كده. Absence of the passive range of motion ده معناها برضه deformity او بداية deformity وده اللي بتفرقها عن مصر كله باي ذا واي انك الشورتنج او الديفورمتي اللي بيحصل حاجه من شكل الاورثوبيدك دي مش بتتاثر بالسرعه. اما المصر تون مثلا ده فيلوستي ديبندنت لما نيجي على المصر تون لما غير الفيلوستي هتلاقيه بدا يختلف عن الشورتنج. اوكي برضه لما تغير لو العضله ماشيه على تو جوينتس لو غيرت البوزيشن بتاع جوينت هياثر برضه في طول. دي حاجه كده لو احنا عايزين نعمل ديفرنشيشن سريع ما بين الشورتنج والمصر تون. ده بالنسبه لمين للديفورم. بعد كده بنشوف الترافيك تشينجز. الترافيك تشينجز دي هنشوف اكتر في لور موتور نيورون لان العضله البلاد سبلاي بتاعها بدا يقل او بدات تبقى محرومه من البلاد سبلاي فبيبدا يحصل ترافيك تشينجز. دي بتحصل بصوره ايه؟ اللي بيبقى عندنا انسرز دي مش موجوده هنا بيبقى عندنا بصوره هير زي ما احنا شايفين الاثنين زي بعض. اوكي مفيش بدل في بصوره هير لكن مثلا في البريفرال نيورابتي هتلاقي حته كده ما فيهاش هير و البروكسيمال هنلاقي الدنيا تمام فيها. بنشوف برضه التروفيك تشينجز انسرز لوس اوف هير ريليتد نيلز. هنا ممكن يبقى في ديسكلريشن وده بيبقى اسوشيتد مع حاله لو عنده مشاكل في الهيجين او لو عنده دايابيتس ممكن ده بيبقى حاجه ممكن تستري ممكن يحصل ديسكلريشن او حاجه زي كده. ممكن برضه ريليتد نيلز ممكن تبقى خاصه بالبريفرال نيوروباثي ككومبليكيشن يعني للدايابيتس. اوكي بالدوكيومنت ان مفيش نو ترافيك تشينجز ان ذا فورم اوف لوس اوف هير او ريتل نيدز او سكارز او حاجه زي كده. كل ده بتعمله دوكيومنتيشن وانت بتعمل انسبكشن. احنا كده شفنا الستيت اوف ذا ماسل شفنا الديفورمتي شفنا الترافيك تشينجز برضه بنشوف النورمال موفمنت. النورمال موفمنت اللي احنا سالنا عليها في الهيستوري في البدايه ما كانش فيها نورمال موفمنت بس هنا ممكن تبدا تعمل لها ايه؟ فاسيليتيشن كده هل هي موجوده ولا لا؟ بتعمل تابنج كده على بعض هل في اي حركه انفلاندري بتحصل ولا لا؟ تبدا تعمل تابنج على بعض هل في اي حركه انفلاندري بتحصل ولا لا؟ اوكي؟ دي لو احنا عايزين نظهرها دي في حاله لو هي باثولوجيكال فاسكيليشن لكن الفيزيولوجيكال دي عارفين ان هي بتحصل مع الاسترس مع الحفيظ دي بتحصل لنا كلنا اللي هي فاسكيليشن اللي هي الفيزيولوجيكال. ونقدر نفرق ما بين الفاسكيليشن والفايبريليشن اوبجيكتيفلي بالنيوميجين بيبقى في حاجه اسمها بوزيتيف شارب ويف وفايبريليشن بوتنشال دي بتظهر في الباثولوجيكال. حاجه ثانيه نقدر نميز ما بينهم كليبتي لو فاسكيليشنز دي معاها ساينز ثانيه او مانيفستيشنز ثانيه دي اللي هو الوتر نيورون. وباي ذا واي الفاسكيليشن دي
دي ساين لانتيريور هارت سيل اريتيشن، يعني مش بتحصل ضيق اللي هو موتور نيورون ليجن، لما بيبقى عندنا انتيريور هارت سيل اريتيشن يعني ام دي موتور نيورون ديزيز او سيرينجوميليا او سيرينجوباليا، الامراض اللي بتضر الانتيريور هارت سيل تعمل لنا اسكريشن. فرقنا ما بينها وما بين النورمال ان هيبقى عندنا ساينز ثانيه بتاكد ان الحاله ده هو موتور نيورون. اوكي عايزين نفرق ما بينها حاجه اوبجكتيف، يبقى هنشوف البوزيتيف شارب ويف هنشوفها في الاي ام جي بعد كده، البوزيتيف شارب ويف والفايبريشن ريجن. الفاسكوليشن دي كونتراكشن اب نورمال او امبلانت، اللي ممكن يكون نورمال امبلانت كونتراكشن في جروب اوف ماسل فايبرز، يعني في 10 ل 100 او اكتر. اوكي البيشنت بيحسها والدكتور بيشوفها، لكن الفايبريشن بتبقى كونتراكشن في سنجل ماسل فايبر، البيشنت بيحسها لكن الدكتور مش بيقدر يشوفها. اوكي طيب دي اللي هي بتعمل موفمنت. بعد كده بنيجي بقى لجروب امبلانت موفمنت خاصه بالاكسترا بارتال سيستم. الامبلانت موفمنت دي بتبقى كل موفمنت ليها شكل معين، ممكن تلاقيها ريجولار ريجولار، دي بتحصل في حاله الاكسترا بارتال سيستم ديسفانكشن، ممكن يبقى عندنا بارتنسنزم كوريا استينيا اسيتوزيس، بتاخد كاركترستكس معينه والكاركترستكس دي من شكل البيشنت نقدر نقول ان هو البيشنت ده باركنسون ديزيز او كوريا او ديسونيا، ودي تفرق عن السيرفيلر لو هي مثلا في الباركنسون ممكن تلاقيها ستاتيك السيرفيلر اتاكسيا منها فيليتيك تريمرز. يعني بنقدر من مواصفات التريمرز الموجوده دي او الامبلانت الموجود الموجوده نحدد الباثولوجي الموجود. اوكي دي بتبقى واضحه على الوش. يبقى احنا كده اخذنا عناصر الانسبكشن الخمسه او السته اللي هي الست عناصر، نشوف برضو الترافيك تشينجز، نشوف السكيلتال ديفورميتيز، نشوف الابنورمال موفمنت، ونشوف الانفلاتر.